يا محمد صارت؟ ماشي. فين؟ ماشي. دي فوق ولا دي؟ ماشي. هتعدي ايه؟ هتخد دي. دي امسك دي، اسند دي في الارض من فوق. ماشي. تعلم من بره بقى. ده هنسيبها هنا. ماشي. افتح لي البيك اب. افتح لي البيك اب. البيك اب. ماشي. ماشي يا صاحبي. ما شاء الله. هنجيب ال هنجيب العدة. احنا طالعين برا عشان نسحب السمك يا جماعة، خليكم معانا. خد معاك العيدة يا راجل، يا راجل، يا الله. لا دي تقطع لها السن ولا يا محمد العيدة دي؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. دي حتقطع لها السن صح؟ تصورني بيها الأول. ماشي صح. دي خطر، دي الكهرباء يا محمد دي. أنا خايف منها على فكرة. الكهرباء بتاعتها عالية. والله خايف منها أنا. أرفعها شوية فوق. بس يا صاحبي إيه ده؟ دي فظيعة دي. هتعمل إيه فيها دي؟ ثواني، دي عايزين بس عايز ابعت اجيب زراديه كده نفك. لا ده تقطع السن يا صاحبي. لا لا اقطع لها السن والله. لا طب ليه؟ لا اقطع لها السن. لا اوعى احمد، اوعى الكهرب. استنى 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 يا شرب، وريني كده ثواني السن فيها ولا ايه؟ ثواني. مش مشكلة يا صاحبي. ثواني ثواني. لا اهو السن في ايدي. ثواني. تمام. طيب نضربها بحجر ولا ايه بالظبط؟ استنى بس ثواني. حجر ايه؟ ثواني نزل عليا. ثواني. طيب ماشي ماشي. ايه هتعمل يا صاحبي؟ بس اصبر. لا 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 اوعى تمسكها. ثواني بس ثواني. ما عاد نفك الصنارة. لا ده دنيا. لا 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 لا. ثواني ثواني. شوف لي حاجة بس. ايه حاجتي؟ طيب ثواني. ارميها برا ولا ايه؟ لا احنا في مشكلة، ده احنا صايدين سمكة وعاملة لنا مشكلة. ثواني انا خايف دي تكون لينة وتكهربني. عاوز حاجة ناشفة انت صح؟ عايز حاجة ناشفة. بس استنى انا اقول لهنا حاجة ناشفة يا عم. لا دي دي توصل كهرباء. هي الخشب اللي معك دي افضل حاجة. ما انا خايف لا يكون فيها كهرباء لينة. لينة. لينة توصل كهرباء. طب بص نسيبوها احنا تفلت وخلاص. لا لا تفلت. وبعدين ايه يا صاحبي؟ لا ثواني. ايه هنعمل فيها؟ ثواني بس ثواني. دي يا رعيدة يا جماعة دي تكهرب. يا ترى كم فولت الكهرباء بتاعتها دي؟ استنى ابعد ابعد، هتروح المية ابعد. طب لا ايه لا ايه؟ طب وسع منها وسع منها. لا انا مش عايزها تروح المية ابعد. لا خلاص يا صاحبي سيبها سيبها. لا سيبها. سيبها يا عم. يا عم سيبها يا عم. يا عم سيبها ايه؟ يا عم سيبها تغور. يا عم سيبها خلاص. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.